للحديث أكثر عن انتهاكات الميليشيات والقوات الحكومية ضد الثوار في العراق ينضم إلينا السيد علي عزيز عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين عبر الهاتف من بغداد. سيد علي، بداية مرحبا بك. يعني منذ اندلاع ثورة تشرين ولم تخرج تظاهرة تقريبا إلا وجوبهت بالعنف من قبل القوات الأمنية والميليشيات، إلى أي مدى استطاعت هذه القوات أو إلى أي مدى استطاع الحل الأمني أن يخمد الثورة؟ نعم، طبعا الحل الأمني هو عمره ما، يعني هذا ليس بحل. اليوم أنت من تستخدم العنف والقتل والقنص والخطف والتغييب والاعتقال بحق أبناء شعبك، فإذا أنت الآن تتمارس دور هو دور اللي يريد يصفي شعبه. اليوم ثورة تشرين هي أثبتت للجميع أنه هي ثورة العراقيين كلهم، اللي هذه الثورة انطلقت واللي قدمنا بها احنا 1000 شهيد، وهذا 1000 شهيد ما معروفة هوياتهم، هم من اي انتماء ينتمون، فبالتالي ثورة عراقية خالصة. جوبهنا برصاص الحكومة ورصاص الميليشيات، جوبهنا بقناصين حكوميين اعتلوا اسطح بنايات حكومية ووزارات، جوبهنا باعتقالات حكومية وفق مذكرات اعتقال صادرة من مجلس القضاء الاعلى. فاذا الان احنا امام حكومة تقتل الشعب، هذه الحكومة مشتركة مع الميليشيات، فإذا الآن احنا امام تحالف حكومي ميليشياوي يمثله الكاظمي من الجانب الحكومي ويمثله مقتدى الصدر وباقي عصابة مقتدى الصدر على الميليشيات. إذا الآن احنا نواجه هذا العنف راح نكون احنا اكثر صلابة واشد عزم، وكذلك احنا راح نطور وسائلنا وطورناها ان شاء الله، وراح نبلش بامور جديدة، وان شاء الله المرحلة الحاسمة من الثورة راح تكون كفيلة بانهاء كل شيء. إذن يعني حرية العراقيين في التعبير عن يعني عن رأيهم وفي التعبير عن اختيار مستقبلهم، إلى أي مدى ترى أن الحكومة يعني والميليشيات أيضا يعني خائفة من حرية الشعب العراقي، وبالتالي يعني هي مستمرة بقمع التظاهر السلمي؟ سيدي، لا توجد حرية، لا يوجد أي شيء اسمه حرية بالعراق. منذ العام 2003 عندما أوخموا الأمريكان، أوهموا السدج من السياسيين بأنهم سيجلبون الحرية للعراق، ونحن لحد الآن نعيش بظلم واضطهاد وفترة استعمار وغزو. لا توجد حرية، أي حرية سوف تأتي بها حكومات أتى بها المستعمر سواء كان الأمريكي أو المستوطن الإيراني. لا توجد حرية في العراق. جميع، أعطيك مثال بسيط، جميعنا نحن كناشطين مراقبين، اتصالاتنا مراقبة، رسائلنا مراقبة، أجهزة التنصت الموجودة بالأقسام الحكومية خصوصا الشعبة 139 بالمخابرات تراقبنا ليلا ونهارا. أنا في أحدى المقابلات ذكرتها، حولت مبلغ لأحد أصدقائي الناشطين من جيبي الخاص، المبلغ هو 500 دولار من أحد الدول، كنت مسافر في حينها قبل عدة أشهر، راح الشاب يستلم المبلغ حتى يشتري به خيم وأطعمة وشراب للشباب المتظاهرين. بعد أن شحت بين المواصيل راح استلم الشاب المبلغ مباشرة، وهو يستلم وإذا بثلاثة سيارات تابعة لجهاز المخابرات الذي يديره مصطفى الكاظمي تعتقله، ومن ثم يتم ضربه الضرب المبرح والضرب المهين، وبقى بالاعتقال لمدة 3 أشهر، ودفعوا مبلغ ما يعادل قيمة منزل من منازل بغداد كي تم اطلاق سراحه بالاخير، والامر موجود، هذا اعتقل في جهاز المخابرات. فاذا لا حريه، فاذا لا فرق بين اجهزه الدوله والميليشيات، والشاب موجود حي يرزق، ويوجد قرار محكمه لما اطلق سراحه، واما التهمه هي محاوله قلب نظام الحكم. فتخيل هذه التهمه، اكيد انا اتشرف باول من ادعو لقلب نظام الحكم، وجميعنا الثوار احنا نتشرف بانه هي هذه التهمه. طيب سيد علي، لا حريه في العراق. نعم، بحسب المنظمات الحقوقيه ان 27 حادثه استهداف لمتظاهرين وناشطين في العراق خلال 2 شهر فقط، يعني كانون الاول وكانون الثاني الماضيين. استمرار يعني هذه الانتهاكات ضد المتظاهرين، يعني كيف تنظر الى تداعياتها من وجهه نظرك؟ لا اتصور 27، اكثر، احنا العدد اللي عندنا كلجنه منظمه لا العدد فاق ال 40 حاله. احنا عندنا فقط يوم امس 3 محاولات فقط يوم امس، ليس كل شيء يتم توثيقه. هذا الشيء احنا طبعا صار
بالنسبة لنا شيء يومي. كل الناشطين اليوم أول ما يستفيقون صباحا يتصلون ببعضهم يشوفون من قتل، من خطف، من فجر منزله، من بعث له تهديد. هذه صارت حياتنا اليومية. نحن اليوم نعيش في غابة، هذه الغابة كلها وحوش، هذه الغابة كلها وحوش كاسرة مفترسة تريد أن تنهش العراق. لم تكتفي بثوانت 10 سنة نهشت وسرقت وسلبت، تريد أن تبقى كي تقتل أكثر عدد ممكن، لأنها باتت على يقين أن زوالها لا محال، إنها زائلة، فتريد أن تقتل أكثر عدد ممكن قبل. وبالتالي سيد علي، في ظل يعني عيش العراقيين في دولة تمارس ضدهم انتهاكات جسيمة، عمليات اعتقال، عمليات قتل، عمليات تخويف، إلى أي مدى ترى أن ذلك يمكن يعني أن يسكت صوت المتظاهرين والثوار المطالبين بإسقاط النظام السياسي؟ صوت الثوار لا يسكت، حاولوا قمعه، حاولوا قتل الثائر، لكن هذا الشيء يعني هم الآن أخبرتك، باتوا على يقين أنه نهايتهم قريبة جدا. ثورتنا مستمرة، وثورتنا ستكون بأساليب عديدة وبطرق حديثة وبأطر متغيرة. هذه الثورة راح تكون من الآن فصاعدا. احنا على مدى سنة ونص عرفنا كل شيء، عرفنا أساليب القمع والقتل، عرفنا كيف يقتلون ويقنصون ويخطفون ويغتالون ويغيبون. الآن سنعرف كيف نواجههم. هذه المرة نحن من سيدافع عن أنفسنا، لأنه على مدى سنة ونصف لم يدافع عنا أي أحد، لا برلمان، حكومة هي أساسا فاسدة، ولا أي شخص دافع عنا، ولا أي بلد عربي، ولا أي بلد من بلدان العالم. الآن إحنا نقارع نظام أسس ركائز وأسس قواعد على مدى 18 سنة، نال اعتراف العالم به، لكن هاي الثورة عرته الآن، فإحنا مضطرين ندافع عن نفسنا بعد، وأن إحنا أهلنا ما مستعدين يفقدونا، ولا إحنا مستعدين نفقد أولادنا، ولا أنا مستعدين نفقد أصدقائنا. إحنا أمام عصابات تقتلنا. أبسط حقوق الإنسان اليوم الدفاع عن النفس، ولا منظمة حقوق إنسان تكلمت عنه، ولا منظمة الأمم المتحدة، ولا دول 5 الأعضاء الداعمين مجلس الأمن، ولا 10 غير الأعضاء، ولا منظمة المؤتمر الإسلامي، ولا عدم الانحياز، ولا مجلس التعاون الخليجي، ولا الجامعة العربية. فإذا العراق الآن، العراق اليوم أمام تحدي وجودي. هذه الحضارة اللي عمرها 7000 سنة، الآن العالم كله ملزم بالوقوف من هذا الشيء اللي بيصير بالعراق. شكرا لك سيد علي عزيز، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.